خير واهلا بكم في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. كلنا بنحلم ان شكلنا يبان اصغر، واننا مهما كبرنا في السن بيبقى نفسنا ان دايما نفضل صغيرين، بشرتنا محافظين عليها، جمال شعرنا يعني كل يوم في صوره احسن وشكله صحي وتقيل وطويل وحلو. لكن هنا المشكله بتبقى لما بيبدا مشاكل البشره والشعر تزيد عندي. طيب الموضوع كله بيتلخص في حاجتين، الاهتمام والاصرار والاخذ بالاسباب والطرق. يعني ايه اهتمام واصرار؟ يعني اصرار ان انا ابقى عايزه شكلي يبان احلى، ابقى عايزه ان انا اهتم ببشرتي، ابقى عايزه ان انا اهتم بجمال شعري. اصرار ده بيبقى نابع من جواكي انت كانثى او من جواك انت كرجل. الحاجه بقى الثانيه الاخذ بالاسباب والطرق، يعني اعرف فين هي المشكله، ايه هي مشاكل شعري، ايه هي مشاكل بشرتي، وابدا ان انا اعالجها. ما تكسفش ان انا اروح عند دكتور، ما تكسفش ان انا اسال، ما تكسفش ان انا اجري ورا النتائج، حتى لو كانت النتائج دي تاخد وقت طويل شويه. لا، انا لازم اسعى، لازم اروح عند دكاتره متخصصين علشان هم اللي يعرفوا يحطوني على اول الطريق ان انا اعرف كويس احافظ على بشرتي وعلى شعري. هنعرف ده كله وهنعرف ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي لمشاكل البشره، لمشاكل الشعر وغيرها كتير من المشاكل اللي بتظهر لنا في جلدنا او في وشنا. لكن اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفتي وهي ايقونه الرقه والجمال، وهي دكتور ميرا سميح، اخصائيه الجلديه والليزر بعيادات اوبرا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير عليكي، عامله ايه؟ دكتور خليني في الاول اتكلم معاكي عن اكتر المشاكل اللي ممكن تضايقنا احنا كشباب. لما يطلع لنا حب شباب او لما تظهر الحبوب تبدا ان هي تنتشر في وشنا وتعمل لنا مشاكل كتير جدا جدا. دي بتختلف، يعني في ناس احيانا تكون بشرتهم قابله ان يطلع لهم حب شباب او يطلع لهم حبوب او تبدا الحبوب دي تتدهور بعد كده ان هي تبقى بقع وحفر وغيره. في ناس تانية بشرتهم غير قابلة للموضوع ده، بيعدوا مرحلة المراهقة ومفيش أي مشاكل. أنا عايزاكي بقى تقولي لي حب الشباب ده إمتى بيظهر وأسبابه إيه وإيه هي درجاته وإزاي أعالجه؟ طيب خلينا نقول ليه في ناس زي ما انت بتسالي ليه ناس بشرتها بتبقى قابله لكده وفي ناس تانية لا الدنيا معاها بتمشي كويسه شويه. دي اختلافات ما بين طبيعه بشره لطبيعه بشره بيدخل فيها عوامل كتيره جدا. العامل الاول يمكن الوراثه، يعني غالبا الناس اللي بتعاني من حب الشباب لو دورت هتلاقي باباها ومامتها كان في حد في العيله عنده المشكله دي، فبيبقى العامل الاول فيها الوراثه، بتبقى البشره قابله للموضوع ده. تاني حاجه يمكن الاهمال شويه، ان انا مش بستخدم نوع الغسول المناسب ليا، مش بحط واقي الشمس بالطريقه المظبوطه. بالنسبه للبنات انا مثلا بشرتي دهنيه وفيها مشكله ان انا عندي افراز الدهون كتير شويه، وانا بسد المسامات على طول ميك اب وبنام بيه ومش بشيله بالطريقه الصح. يمكن تالت حاجه كمان دلوقتي بقى الموضوع زياده شويه علشان الاكل نفسه، الاتجاه ناحيه الاكل الجانك فود وكل الكلام ده اللي مليان زيوت فبيزود الموضوع ده. فده اللي بدا يخلي ان في ناس بتبقى قابله وفي ناس مش قابله. اهم حاجه في الموضوع ده كله من البدايه خالص ان انا اعرف طبيعه بشرتي ايه وان انا ابتدي اتعامل معاها على الاساس ده. طب انا بشرتي دهنيه، هبتدي استعمل لها الغسول المناسب ليها، هبتدي احط واقي الشمس المناسب ليها، في واقي شمس للبشره الدهنيه، واقي شمس البشرة الجافة. كل ما لحقت الموضوع بدري من البداية خالص ابتدى ان التحسن بتاعي او النتيجة تبان اسرع وما بيسيبش الاثار اللي برجع عيني بعد كده. المشكلة مش في حب الشباب نفسه، المشكلة في اللي بيسيبه بعد ما بيمشي، الندبات بتاعته بالزبط. الندبات، البقع، الحفر، غيرها كتير. طب يا دكتور هنا بقى يجي سؤال معظم البنات، يعني حتى كمان وانا ماشية كده في الشارع ممكن حد يسألني يقول لي انت ليه ما بتسأليش انا ازاي اعرف نوع بشرتي ايه؟ يعني يمكن دي يعني السؤال ده دارج جدا جدا، ناس بيبقوا عايزين يعرفوا هي نوع بشرتهم جافه او دهنيه. طب زي ما حضرتك كده بتقولي لما اعرف نوع البشره بتاعتي ابدا ان انا امشي على الستابس او ابدا ان انا اخد طرق الوقايه او العلاجات. انا عندي البشره ثلاث انواع، في البشره الجافه، في البشره الدهنيه، وفي البشره المختلطه. البشره المختلطه دي يمكن شويه بتبقى على حسب التوقيت بتاع السنه. البشره الدهنيه في طول اوقات السنه هي فيها زياده في افراز الدهون، الغدد الدهنيه فيها زياده. فدي في كل اوقات السنه كده. البشره المختلطه بنلاقيها في الوقت اللي الجو فيه حر شويه والدنيا فيها رطوبه عاليه بتبتدي يبان عندها الدهون جامد، مع دخول فصل الشتاء وكده بتبتدي مشاكلها تهدى شويه. البشره الجافه دي جافه طول السنه. فانا من البدايه لما اعرف طبيعه بشرتي وابتدي اتعامل معاها على الاساس ده، هي حب الشباب ده بيتكون ازاي؟ انا عندي الطبيعي ان انا عندي المسامات وفي دهون بتطلع على البشره. حلو. بيبتدي في الاول هو ليه كذا نوع. اول حاجه ان انا ابتدى يحصل لي تراكم للحاجات للدهون. دي نتيجه للدهون. نتيجه ان انا دايما بقفل المسامات او بستعمل غسول بأويلي، يعني حاجه فيها زيوت اكتر فبتزود لي الموضوع ده. يبتدي يعمل لي اللي هي الوايت هيتس، اللي هي الحبوب الشباب اللي بتبقى نقط بيضاء بس.
ممكن بعد كده مرحلة تانية ان هو يحصل فيها نوع من انواع زي البكتيريا تيجي ويبتدي يحصل لها انفكشن التهاب، فتبتدي تطلع البابيول اللي هو الراس اللي فيها صديد او حباية كبيرة شوية. وفي برضو حبوب تانية اللي هي بتبقى لونها اسود، الرؤوس السوداء، ده نوع من انواع حب الشباب. كل ما ادركت المشكلة بدري وبدأت معاها بدري كل ما الدنيا بعد كده بقت افضل، وحتى الحبوب دي ماشي هتبقى تطلع بس هتمشي من غير ما تسيب بعد كده اثر. اي اثر دي يعني؟ بصي انت حلتيها بمنتهى السهولة، انت قلتي حب الشباب من اول درجة لغاية اخر درجة. طيب نوصل يا دكتور للدرجات اللي هي ان حب الشباب بدأ يسيب اثار او يسيب ندبات، زي مثلا الصورة اللي معانا دلوقتي دي على الشاشة هنا كده، اعتقد ان حب الشباب بدأ ان هو يسيب بقع او حفر. حفر بالظبط. الحاجات دي طبعا بتضايق البنات اكتر، عالجتيها ازاي يا دكتور؟ حب الشباب علاجه الاول في المرحلة دي اللي هو خلاص انا جات لي في المرحله اللي هو حب الشباب مشي بس ساب وراه حفر. حفر دي نتيجه ان انا كنت زمان مش بعالجه بالطريقه المظبوطه، فبيبتدي يحصل سن التليفات في الطبقه الداخليه من الجلد، بتبتدي تشد سطح الجلد معها لجوه، فتبتدي تعمل لي الحفر الصغيره دي. تمام. الوظيفه بقى ان انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه افك التليفات دي عشان يرجع تاني سطح الجلد الملس. اللي بيحقق لي المعادله دي هو جهاز الفراكشنال ليزر. فكره الفراكشنال ليزر ان هو جهاز ليزر بقوه معينه بيبتدي ان هو يشتغل ان هو يفك التليفات اللي شد الجلد لجوه. جلسه بعد جلسه ببتدي اشوف ان النتيجه زي الصوره كده قبل وبعد، بس يمكن بتاخد شويه يعني وقت، بنبقى محتاجين على حسب انا جايه في انهي مرحله. انا جايه دي مرحله متوسطه تعتبر، فدي بنحتاج فيها 4 جلسات. في مراحل بتبقى لسه خفيفه خالص انتبهت ليها بدري بتبقى جلستين، في مراحل تانية اكتر من كده بتوصل ل6 جلسات. بس حلو قوي يا دكتور ان الفراكشنال ليزر ده بيعالج مشكله كبيره زي مشكله حب الشباب. يعني فعلا يمكن ناس كتير قوي بتقعد فتره طويله يعالجوا في الموضوع ده، وللاسف يعني بينتهي بيهم الامر ان الموضوع مش بيتعالج. طيب الصوره دي برضو يا دكتور يمكن مثال برضو لحب الشباب. بالظبط. عايزاكي برضو تكلميني عنها. دي برضو هنا كان عندي ليزر؟ لا دي هنا عندي مشكلتين، عندي ان في حبوب لسه موجوده اصلا فيها احمرار. أوكي. وعندي حبوب تانية سايبه لون مش مجرد بس حفره. دي بيبقى حلها الامثل ان انا ببتدي اعمل التقشيرات الكيميكال بيلينج او التقشير اللي بالمواد الكيميائيه او باحماض الفواكه، وفرصه كمان الجو اللي من دول بدا يهدى معايا، فانا ببتدي اشتغل ما فيش الشمس، درجه الحراره مش عاليه، ما فيش قلق قوي من ان انا يحصل التهابات، فرصه الالتهابات بتبقى اقل شويه. فببتدي اعمل تقشير علشان اشيل الطبقه الخارجيه بتاعه الجلد اللي فيها سنه التصبغات دي. اوكي. بس التقشير ده يا دكتور اللي هو البيلينج او التقشير بشكل عام، ممكن حد يجي يقول يعني انا دلوقتي الحبوب اللي عندي ملتهبه ولونها احمر فهنعمل تقشير الموضوع ممكن يلتهب اكتر؟ لا، خاصه ان انا بشرتي ممكن ما تستحملش. هو في نوع من التقشير بتبقى فكرته ان هو يقتل البكتيريا اللي عماله اصلا تعمل لي الحبوب البيضاء اللي هي تعمل لي بعد كده صديد. فاحنا بنمشي التقشير بيبقى طبقه خفيفه خالص. أوكي. بيبقى الغرض منها ان انا اقتل البكتيريا عشان ما ازودش الحبوب دي. وان انا اعالج الاثار القديمه ليها. ده طيب ايه الفيديو ده يا دكتور؟ ده فيديو بيمثل ببساطه جدا الجهاز الفراكشنال ليزر هو بيبتدي يعمل ايه. انا كان عندي الندبات او الخروم اللي موجوده دي زي ما قلنا التليف، جلسه بعد جلسه بيبتدي سطح الجلد بعد ما كان فيه تجاعيد والنقط اهي الصغيره دي بيبتدي المسامات دي المسامات ودي. أوكي. الحفر كمان اللي هي السكورز بعد حب الشباب. تمام. بيبتدي ان هو يشتغل عليها جلسه في جلسه، مش هنقول ان هي من جلسه واحده بس خلينا نقول ان هي جلسه بعد جلسه، الوضع بيبقى احسن بكتير لحد ما بنوصل ان سطح الجلد بيبقى املس تماما زي ما كان عليه. حلو قوي. الفراكشن ليزر ده يا دكتور كام عدد الجلسات لو هنقول ان هي في مرحله متاخره جدا؟ هتوصل ل6 جلسات. حلو قوي. ما بين بقى كل جلسه والتانيه قد ايه؟ 3 أسابيع أو شهر، يعني مش أقل من كده ومش أكتر من كده. طيب حلو جدا، يعني ممكن مثلا نقول في خلال 6 شهور ماكسيموم. وهي بتبدأ تلاحظ التحسن كمان من تاني أو تالت جلسة، بتبتدي تلاحظ إن الندبات العميقة دي بقت سطحية بنسبة كبيرة جدا. طيب نروح يا دكتور لمشكلة تانية، هي مشكلة التجاعيد. يمكن ناس كتير قوي برضو ممكن تسأل تقول أنا سني صغير، عندي 20 سنة أو عندي 25 سنة، دلوقتي بقينا بنلاقي في خطوط بتظهر عند الشباب، الخطوط دي تجاعيد يعني، او حتى مع الميك اب بيفضل برضو في اللي هي اللاينز الخفيفه قوي دي. التجاعيد دي مشكلتها ايه وليه انا واحده سني صغير ممكن التجاعيد دي تظهر؟
طيب هي التجاعيد دي الفكره بتاعتها ليه التجاعيد بتبتدي تظهر؟ انا عندي العضلات بتاعت وشي كلها، انا اي حركه في وشي بعضلات، العضلات دي طول ما هي شغاله بتبتدي ان هي تتحرك وتحرك معاها الجلد. فعندي حاجتين، يا اما ان العضله قويه جدا، عشان كده يمكن بنلاحظها ان الرجاله شويه بتبقى عضلاتهم اقوى، فبيبتدي ان العلامات تبان عندهم بدري وبتبقى اعمق شويه، والناس اللي طبيعه شغلها مركزه في اجهزه كمبيوتر لابات موبايلات، كل الناس اللي بتبقى بتستخدم عضلات وشها جامد دي يمكن بتقف في شمس مده طويله فبتبتدي تستخدمها جامد، الناس دي بيبان عندها التجاعيد بدري. حاجه تانية ان الرجاله عشان عضلاتهم قويه فبتبان بدري. انا توقعت انها تبان متاخر. لا، العضله عند الستات اكتر، العضله نفسها بيبقى الاكشن بتاعها قوي جدا، فبيبتدي ان هو يبتدي يسيب الحفر. عشان كده في البدايه بيبقى إيه؟ المؤشر في البدايه ان انا التجاعيد بتبان وانا بعمل اي حركه بوشي، وانا برفع حواجبي، وانا ببتسم جامد، وانا بكشر، تبتدي تبان ال111. اهملت المرحله دي، بدات بعد كده اشوف ان الخطوط دي موجوده من غير ما اعمل اي حركه بوشي. تاني سبب ان الجلد نفسه بدا يبقى ضعيف. الجلد ربنا خلقه ان هو في حاجه ان هو بيتمد وبيرجع تاني لمكانه بنفس الطريقه. مسؤول عن الموضوع ده حاجه اسمها كولاجين والاستين. شويه بشويه ومع العجز بتبتدي ان الجلد ده يبقى اضعف شويه، فيبقى سهل قوي انه يبان فيه التجاعيد. هنا احنا الصوره اللي معانا دي بالظبط، هي بتكشر هنا وهي بتكشر هنا. بس الفرق ايه؟ هنا هي بتكشر وهي مش عامله اي حاجه خالص، فالعضله باينه جدا. فشويه بشويه ال111 دي هتحفر من غير حتى ما تعمل اي حركه. لما ببتدي اعالجها بجلسه بوتوكس واحده بنسبه معينه، بتبتدي ان هي بتكشر عادي وبتعمل كل تعبيرات وشها، بس ان العضله مش بنفس القوه بتاعتها. فبتبتدي ان تحفه المعلومه دي، يعني بنحقن حقنه بوتوكس او جلسه بوتوكس في نفس الوقت الرياكشن مش هيتغير، مش بيتغير خالص، تتحرك عادي، بس ان انا بخلي العضله بعد ما كانت شغاله بقوه جامده جدا بتشتغل بقوه اقل، ما تكسرش في الجلد فتقلل ظهور التجاعيد. طب الصوره دي يا دكتور، الصورة دي هنا احنا بنعمل الحركة واحنا مش حقنين، وهنا بنعمل نفس الحركة بس واحنا حقنين. الحركة انا برفع حواجبي بوتوكس، الصورة دي كلها بوتوكس. في الصورة الأولى والثانية والثالثة وتحت خالص انا برفع حواجبي عادي، بس في الأول التجاعيد دي شوية بشوية هتبتدي تسيب لي الحفر اللي بتبقى في الجبهة. لما حقنت بوتوكس انا رافعه حواجبي عادي، انا ببتسم، انا بعمل كل الحركات التعبيريه، بس من غير العضله ما تبقى بنفس القوه، فمن غير ما تسيب لي علامات في الجلد. نقطه تانية كمان، الجلد يمكن البشره الجافه، يمكن البشره الدهنيه على قد ما ليها عيوب، حكايه حب الشباب بيبقى ظهور التجاعيد فيها اقل شويه، لانها دايما فيها نسبه الدهون دي بتدي لها نسبه ترطيب، بيبقى الجلد اقوى شويه ان هو ما يتحفرش فيه. مش يا بختهم، احنا ممكن نوصل لنفس النتيجه لو انا حافظت على شرب الميه بالمعدلات المظبوطه، لو انا بدات استعمل كريمات الترطيب المناسبه ليا في الفصول، بالذات زي فصل الشتاء احنا داخلين عليه، بيبتدي الناس تظهر عندها مشكله ان هي بشرتها الجافه ابتدى يبقى فيه قشور. فكل ما بعالج المشكله دي، في كريمات دلوقتي بقت موجوده فيها نسبه كبيره من الميه، فبتبتدي تديني ترطيب خارجي للبشره. فكل الحاجات دي بتاخر شويه ظهور التجاعيد. واحلى كمان يا دكتور معلومه حضرتك قلتيها، ان البوتوكس مش بيغير لي من ملامح وشي. لا خالص، انا بعمل كل التعبيرات. بس من غير ما اسيب علامات فيما بعد. طيب يا دكتور، سبب ترهل للبشره، يعني خلاص انا دلوقتي عالجنا التجاعيد اللي هي الموجوده، وزي ما احنا قلنا لو رياكشنز او تجاعيد ناتجه عن رياكشنز كتيره حقنة بوتوكس، او على حسب هي بتختلف صح، جلسه او جلستين يعني؟ لا، البوتوكس كده كده هي جلسه واحده بالظبط. اوكي، طيب دلوقتي بقى يا دكتور وصلنا لمرحله ترهل البشره او سقوط الجلد، بتحلي ازاي المشكله دي؟ سقوط الجلد ليه سببين. السبب الاولاني العمليه الطبيعيه اللي هي مع العجز او مع الكبر في السن، ببتدي ان انا زي ما قلنا الجلد مش بنفس القوه بتاعته، ان هو يتمدد وينكمش تاني ويرجع تاني لنفس المعدل بتاعه، ببتدي شويه بشويه يحصل تهدل في الجلد. طبعا كل مرحله عمريه، ويمكن الموضوع داخل فيه عامل وراثي شويه، عشان كده يمكن المرحله دي بنشوفها عند ناس في الثلاثينات وناس تانيه بتاخر عندها لحد الاربعينات. الحاجه التانيه ان انا عملت دايت بطريقه مش صحيه، عملت عمليه تكميم، عمليه تحويل مسار، وخسيت وزن كتير جدا في فتره قصيره، فابتدى يحصل لي تهدل في الوش كله. فدي اهم. انا عندي حالتين، لو انا جايه في مرحله لسه بدري شويه والتهدل مش جامد قوي، ببتدي استخدم جهاز الهايفو. ايه جهاز الهايفو ده؟ هو جهاز سونار عادي خالص، بيبتدي يطلع لي موجات فوق صوتيه، تبتدي تعمل تحفيز لكل طبقات الجلد، ابتداء من الطبقه الداخليه خالص لحد الطبقه الخارجيه. احنا كان معانا فيديو لو قريب ممكن نشوفه، احنا حالا هنعرض فعلا صور. يعني بس قبل ما نعرض الصور دي يا دكتور، الهايفو ده بيعالج لي مشكله سقوط الجلد او الترهل في الجلد، لو الترهل بسيط. لو الترهل بسيط ولسه جايه في مرحله بدري شويه، او ان انا هوصل للنتيجه بس بعد كذا جلسه.
هنا انا عندي الصوره دي في كذا حاجه. اول حاجه ان انا شايفه العلامات اللي هي الخطين اللي حوالين الفم اللي هم علامات النيزوليبيال فولد، خطين الابتسامه، وفي جنبيهم الجلد نفسه بقى رقيق خالص وابتدى يحصل فيه شويه تجاعيد. هنا ببتدي اعمل حاجتين، يا اما ان انا بعمل جلسه خيوط بتجيب معايا نتيجه من مره واحده. الخيوط فكرتها بمنتهى البساطه، الخيط اللي انا بستخدمه في الجراحه ان انا بخيط بيه بيبقى موجود على كانيولا مصمطه علشان ما يعورليش انسجه الجلد، ببتدي ادخل بفتحه صغيره من عند منبت الشعر من فوق وببتدي اشيل كل الجلد الزياده ده. يا اما ان انا ببتدي دي جلسه واحده وبتتم جوه العياده وخلاص بخلص على كده وبروح البيت وتمام. بنج موضعي كريم موضعي اوكي كريم. يا اما ان انا ببتدي استخدم بقى جهاز الهايفو، بس يمكن في مرحله زي دي الفيديو بقى اللي معانا دلوقتي ده جهاز الهايفو. انا الهايفو زي ما اتكلمنا بيتكلم بيشتغل على ثلاث طبقات. الجلد بيبتدي يشتغل على الطبقه الداخليه خالص. ده جهاز الهايفو يا دكتور؟ ده الجهاز هو بيطلع الاماكن اللي بيشتغل, اللي بيشتغل عليها. هو بيطلع موجات فوق صوتيه بتبتدي ان هي توصل لكل طبقات الجلد. الطبقه الداخليه خالص انا عندي الطبقه اللي فوق اللي هو الجلد الخارجي، والطبقه اللي في النص اللي هي طبقه النضاره الكولاجين والالاستين، وتحت خالص العضلات. انا في البدايه ببتدي بمرحله اللي هي 4.5 مللي، انا بوصل لحد الطبقه الداخليه خالص اللي هي طبقه العضلات. ابتدي احفزها، بعدين بشتغل بالطبقه الثانيه اللي هي طبقه رقم 3 بتبقى عمقها 3 مللي، بشتغل على الطبقه اللي في النص اللي مسؤوله عن الكولاجين والالاستين اللي مسؤوله عن نضاره الجلد. وفي النهايه خالص انا ببتدي اشتغل على الطبقه التجاعيد بقى الفاين رينكلز الخفيفه خالص اللي في الجلد الخارجي نفسه. فانا كده جبت الجلد من تحت خالص لفوق. ببتدي ان انا اعمل اولا ببتدي احفز العضلات ترجع تاني للقوه بتاعتها وتتشد، ببتدي احفز الخلايا الكولاجين والالاستين. دي خلايا موجوده جوه جسمي مسؤوله عن نضاره الجلد وعن الحركه بتاعته ان هو يتحرك بسهوله وبيرجع تاني لنفس وضعه. وببتدي اشتغل الكولاجين ده الهايفو ده بيحفز الكولاجين مظبوط كده؟ بالظبط. علشان كده بيساعد على شد الجلد، بيساعد على شد الجلد وبيساعد كمان على النضاره بتاعه الجلد. فبعد ما كان المنظر فيه تهدل بالطريقه دي جلسه في جلسه بيبتدي نوصل للمرحله دي. لو دي كمان كنا في مرحله متاخره جدا فاحتاجنا مثلا جلستين، هاجي في مرحله بدري. ده اللي انا كنت بتكلم فيه، البنات الصغيره اللي بدات تلاحظ ان مامتها بتشوف صورها بتبتدي تلاحظ ان هي من سن مبكر جدا بدا يحصل عندها التهدل ده وهي لسه في العشرينات ومش عايزه توصل للمرحله دي اصلا، ممكن بننصحها ان احنا بنبتدي نعمل جلسه الهايفو دي، حاجه ما فيهاش اي خطوره، حاجه امنه جدا ما فيهاش الم. ببتدي اشتغل بيها سيشن كل مثلا 5 سنين، كل 3 سنين على حسب هي في انهي مرحله عمريه، كوقايه قبل ما اوصل للمرحله دي. صح. وكمان حاجه بسيطه يا دكتور، يعني حاجه بتتم في العياده بسيطه هو جدا. هو جهاز سونار عادي زي اجهزه السونار العاديه خالص، بس بقدر اتحكم فيها على حسب انا جاي في انهي مرحله. والصور دي يا دكتور يعني هنا في تهدل زي ما احنا كنا بنتكلم، ده التهدل بقى يمكن عنيف شويه فيمكن ساعتها بيبقى الحل الامثل ليه هو الخيوط. الخيوط لان التهدل هنا اولا الوش شويه لو ملاحظين تقيل، يعني الوش في كذا نوع، في ناس هي طبيعه جلدها بيبقى سميك شويه وفي شويه تقل، وفي ناس تانيه وشها جلدها بيبقى رقيق خالص. المرحله اللي هي اللي انا جايه فيها هنا في الصوره دي بيبقى الافضل معايا الخيوط علشان هي جلسه واحده هعملها في العياده، وهبتدي كمان طول ما الخيط جوه انا بمنع ان انا باخر شويه عمليه العجز وببتدي انشط. ودي كمان خيوط هنا حددت خطين الفك الجو لاينز. هنا العمر بيختلف تقريبا، بننتقل من مرحله لمرحله تانية خالص. انا برجع بصغر شويه بعد ما الجلد بقى متهدل والوش رجع لشكل بقى شكله مربع. ببتدي ارفع كل الجلد الساقط ده اللي كان نازل على خطين الفك علشان ارجع تاني احدد الخطين بتوع تحددي الوش تاني. بالظبط. وكمان يا دكتور يعني انت دايما في فقراتنا مع بعض دايما تقولي لي ان الهايفو ده بيقلل منطقه الدبل تشن اللي هي اللغط. منطقه اللغط صح كده؟ بالظبط. لان بيشتغل عليها حلو، بيشتغل لانه بيوصل للطبقه العميقه خالص، طبقه العضلات والخلايا الدهنيه. الطبقه دي هو بيقدر ان هو يبتدي يعمل لها زي تذويب بسيط خالص وبيشد الجلد الخارجي، فهو بيبقى الحل الامثل ليها. ويبرز لي الجو لاينز؟ يبرز لي بس بحدود. بحدود ايوه بحدود. احنا خلاص احنا اتفقنا ان الخيوط تستخدم لانواع جلد معينه. بالظبط. والهايفو لانواع جلد معينه. طيب نروح يا دكتور لموضوع النضاره.
عارفه يا دكتور، البنات اللي بيقعدوا يعملوا دايت كتير يخسوا يتخنوا يخسوا يتخنوا، بيبتدوا ان هم يفقدوا حبه من النضاره بتاعتهم. مش بس كده، احنا برضو داخلين على فصل الشتاء، وشنا شويه بيبقى بهتان او شويه بيبان ان هو مرهق وتعبان. النضاره دي اشكال كتيره وتعريف كتيره، عايزه حضرتك تقولي لي ازاي احاول ان انا ارجع نضاره وشي بحلول بسيطه وسهله. النضاره كلمه كبيره جدا، في حاجتين بتفقد الوش نضارتها، يا اما ان الوش بدات البشره تبقى تعبانه، ابتدى يحصل لي اللون نفسه اختلف بتاع البشره، او ان انا عندي سبب مديني احساس ان البشره تعبانه، بمعنى اللي بيشوفني انت وشك شكله مرهق، وشك شكله تعبان. أيوة. فبالتالي انا برضو بحطها تحت مصنف ان هي فاقده نضارتها. الاسباب دي ممكن تكون ان انا بدا يظهر لي تجويف تحت العين، بدا يظهر لي هالات سوداء حوالين العين، بدا يظهر سن التصبغات نتيجه ان انا بنزل في شمس ومش بحط واقي شمس، فبدات البشره مش لون واحد. دي كلها اسباب، كل ما هعالج سبب سبب فيهم هبتدي ان انا ارجع تاني للبشره نضارتها. يعني في تجويف تحت العين، هبتدي املاه بسنه فيلر بسيطه خالص فتبتدي تبرز شكل العين تاني ويبقى العين شكلها مش مرهق مش تعبان. في عندي تصبغات ببتدي اعمل لها تقشيرات، او ببتدي اشتغل لو في حب شباب ببتدي اشتغل بجهاز الفراكشنال، او ان انا بشرتي كويسه وكل حاجه بس هي شكلها مرهق تعبانه. في الحاله دي انا عندي طرق كتيره جدا، عندي يا اما ان انا ببتدي اشتغل باجهزه زي جهاز الهايفو، بس بشتغل بس بالطبقه اللي بتحفز الكولاجين والالاستين اللي مسؤول عن النضاره، او ان انا ببتدي احقن مواد معينه هي فيها الفيتامينز زي فيتامينز اي وفيتامين اي، الحاجات المسؤوله عن نضاره البشره، او ان انا ببتدي اشتغل باجهزه بسيطه خالص زي جهاز بسيط زي الديرما. بيبتدي جهاز الديرما ده هو جهاز كانه سن بس ليه كذا سن، ببتدي اشتغل بيه على طبقه البشره الخارجيه خالص، ببتدي اوزع من خلاله واحفز الاوعيه الدمويه بتاعه البشره عشان تبتدي تشتغل من اول وجديد. اوكي، برضو يا دكتور موضوع البي ار بي ده منتشر جدا جدا، يمكن سيدات كتير رجال كتير بيسمعوا عنه وبيبتدوا ان هم يعملوه كتير اكتر من مره كل اسبوع كل اسبوعين، صح كده؟ بالظبط. البي ار بي فكرتها بمنتهى البساطه، انا بسحب عينه دم وبفصلها في جهاز طرد مركزي، فبيبتدي البلازما اللي موجوده في الدم نفسها تتركز فوق. البلازما دي فكرتها ايه؟ ان هي بيبقى فيها عوامل نمو هي اللي مسؤوله عن نضاره البشره. أنا بشكرك جدا يا دكتور ميرا على وجودك معايا النهارده في ذا دكتورز، إن شاء الله هيكون لنا فقرات مختلفة مع بعض بقى نتكلم فيها عن الشعر وغيره كتير. خليني أقول لكم يا جماعة إن في عرض عاملاها عيادات أورا بمناسبة البلاك فرايداي، العرض ده مستمر، خصومات وعروض كتير جدا 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 لغاية آخر شهر نوفمبر. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، بشكركم على حسن المتابعة، كانت معانا الدكتورة ميرا سميح أخصائية الجلدية والليزر بعيادات أورا، شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا ليكي. بحفظ الله. مساء الخير كل المتابعين ومشاهدين مركز نبض، النهارده معانا مدام منى نورتنا في مركز نبض عشان نساعدها تشوف ايه المشاكل اللي موجوده في بشرتها. كشفنا عليها ولقينا ان هي عندها مشكلتين اساسيتين، هما اول حاجه ان هي حصل لها تهدل في البشره، ده بيحصل طبعا لكل الستات في كل حته في العالم بسبب السن والجاذبيه الارضيه. تاني حاجه هي خست كتير او فقدت وزن كتير في الفتره الاخيره، فحصل لها تهدل في الخدود من فوق. فاحنا هنساعدها نحل لها المشكلتين دول. اول حاجه هنساعدها ان احنا نعمل لها شد في بشرتها، نحاول الالتهاب اللي حصل ده نعالجه. تاني حاجه هنعمل حجم بسيط او هنستعيد الحجم البسيط اللي هي فقدته فوق في الخدود عشان نرجع شكل الوش لقبل 10 سنين من دلوقتي. بالنسبه للشد بتاعه الوش، احنا قررنا ان احنا نشتغل معاها بجهاز الهايفو. الهايفو ده احدث تقنيه في العالم دلوقتي عشان شد الوش، ده عباره عن فوكسد الترا ساوند او موجات فوق صوتيه بتشتغل لنا على طبقه العضلات اللي تحت الجلد وبتعمل لنا ليفتنج في البشره وفي الرقبه وفي اي منطقه في الجسم. احنا النهارده هنشتغل بيه على الوش. الهايفو دوت ليه 3 هاندز، اول هاند على عمق 4، تاني هاند على عمق 3، الثالثه على عمق 1.5. كل هاند فيهم او كل ايد فيهم بتحفز لنا الكولاجين في الطبقه اللي احنا بنشتغل عليها او بنمشي عليها. المعنى ان انا بمسك ايد ايد وبمشي على البشره كامله، بمجرد ما بخلص الجلسه بلاقي في تحسن، بلاقي التجاعيد اللي موجوده اتحسنت فردت. مش بس كده، انا
مع استمرار الوقت انا كل شويه بشوف تحسن اكتر. يعني انا يوم السيشن بحس بفرق، بعد اسبوع بحس بتحسن اكتر، بعد اسبوعين تحسن اكتر، وهكذا التحسن بيفضل شغال معي. فاحنا هنمشيها الاول بالهايفو عشان نعالج لها الساجنج او التهدل الموجود، وبعد كده هنحقن شويه فيلر علاجي هنا في التشيكس من فوق. نبدا كده ونشوف ان شاء الله الحالات تعجبكم معانا النهارده. كده انتهينا من الجنب اليمين، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين بدأنا نحس بتحسن على طول. اول ما خلصنا جلسة الهايفو تحسن باين قوي عندنا في منطقة النيزو ليبيل. شايفين هنا الفرق بين الخط هنا وبين الخط هنا، الخط هنا محفور. مجرد ما مشينا هنا بالهايفو على الخد، الخط هنا بقى سطحي خالص، الخد اترفع معايا، حتى الجو لاين اتحددت، فرق واضح جدا. زاويه الفم اتحسنت ويعني اولموست بقت ستريت زي ما احنا شايفين. نتيجه هايله اكتر من رائعه. ايه الاخبار؟ في وجع؟ في اي حاجه؟ تمام. دلوقتي خلصنا الهايفو مع مدام منى، زي ما احنا شايفين تحسن رائع. الخطوط الاثنين اللي هنا النيزو ليبيل اتفردوا معايا، الجو لاين طلع لفوق، الوش نفسه فيه شده جميله، فيه شويه تورط كده او ريجوفينيشن، ده اللي الهايفو بيعمله، لان هو زي ما قلنا بيحفز افراز الكولاجين. ناس كتير بتسالني ينفع اعمل جلسه هايفو واخرج؟ طبعا انت ينفع تعملي هايفو وتروحي مناسبه بالليل. طيب هل الهايفو ليه اي اثار جانبيه؟ خالص، الهايفو فيري سيف، ممكن نعمله مع اي حد، ملوش اي اثار جانبيه، ما بيمتصش في الجسم. ناس تانية بتسألني برضو من الأسئلة الدارجة، أنا بحتاج كام جلسة يا دكتور؟ على حسب الحالة، يعني لو إحنا في الثلاثينات بنعمل جلسة واحدة، وبنعمل مينتيننس كل سنة. لو إحنا في تهبل أوريدي حصل، ممكن نعمل من 1 ل 3 سيشن، مش أكتر من كده. زي ما إحنا شايفين دي نتيجة الهايفو، أوكي؟ دلوقتي إحنا خلصنا لها اللفتنج اللي هي كانت عايزاه، هي دلوقتي برضو ستيل عايزة خدها يرجع زي زمان. خدها زمان كان فيه خدود، كان في حجم في الخدود، دلوقتي مع فقدان الوزن خسرت كتير من الدهون في المنطقة ديت. الخطوط تحت العين او التجويف زي ما احنا شايفين حصل تجويف تحت العين، فاحنا عايزين نعالج برضو كل المشاكل ديت. اوكي الوش مشدود وجميل، بس ستيل برضو عايزين نعالج لها اي حاجة مضايقاها خالص. فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل ليفتنج تكنيك بالفيلر، هنحقن فيلر علاجي هنا في الخد من فوق عشان ندي سنة فوليوم بسيطة، ومعاه هنعالج التير تراف او التجويف اللي تحت العين بتاع الدموع عشان نخليه مفرود ونرجعه للشكل ده زي زمان. احنا دلوقتي خلصنا وهنشوف النتيجه النهائيه مع مدام منى. زي ما احنا عارفين احنا عملنا ليفتنج شويه للتشيكس، او عملنا حجم بسيط هنا قوي، حاجه رقيقه قوي، مش 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 اوفر، عشان مش عايزين يبقى في تغير جامد في شكلها. اوكي حطينا فيلر علاجي تحت العين زي ما احنا فاكرين، كان في تجويف تحت العين بيدينا دايما ايحاء ان في ارهاق. حطينا فيلر علاجي زي ما احنا شايفين في تحسن في الحال، التجويف اختفى، الهالات السوداء اختفت، لان ده زي ما بنقول فيلر علاجي بيعالج، مش جاست بيملى، لا ده بيعالج لي تحت العين، في كولاجين، في فيتامين سي، مواد بتعالج الهالات السوداء، بتعالج الاسمرار. الحقنه دي بنعملها كل سنه ونص او كل سنتين، لان المنطقه بتاعت تحت العين دي مش بتتحرك، فبتقدر تحتفظ بالماده ديت لفتره طويله جدا. لما عملنا التشيكس هنا وعملنا فوليوم، هنلاقي ان حصل كونتورنج في الفيس، هنلاقي الفيس من هنا ومن هنا حصل فيه كونتورنج، هنلاقي الجو لاين اتعالجت بنسبه كبيره جدا زي ما احنا شايفين.
مدام منى، ايه الاخبار؟ كويس. حسيتي بألم معانا؟ لا لا بسيطة. مبسوطة؟ طيب النتيجة النهائية عجباكي؟ الحمد لله. نورتينا في نبض. جديدة من The Doctors. الجسم الصحي، تعالوا شوية نتعمق في كلمة جسم. الجيم جميل، السين سليم، الميم متناسق. ازاي اوصل للشكل المتناسق، او ازاي جسمي يبقى شكله صحي؟ يمكن كتير قوي 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 من الناس عندهم مشاكل كتير جدا في جسمهم باختلاف بقى اعمارهم، سواء كانوا اطفال شباب كبار السن، بس كل واحد من الأعمار دي دايما بيسعى ان شكله يكون احسن وان جسمه يكون متناسق. كتير جدا سيدات عملوا دايت وعملوا رياضة، لكن ستيل في مناطق معينة في اجسامهم المناطق دي ما بتنزلش. انا مهما عملت دايت ومهما اكلت وجبات صحية جدا وباكلش كالوريز وببقى محافظة على جسمي وبروح الجيم وبعمل كل حاجة، بس برضو المنطقة دي في جسمي منطقة غير متناسقة، او هي دي المنطقة اللي ما بتخسش، او هي دي المنطقة اللي ما بتنزلش. انا قبل الفاصل كنت بتكلم مع الدكتور على منطقة مهمة جدا جدا جدا، هي منطقة الدراعين. منطقة الدراعين دي من اكتر المناطق اللي فعلا ستات ورجالة بيعانوا منها، اللي فعلا ستات ورجالة دايما يقولك انا سني صغير ورياضي جدا جدا، بس منطقة دراعاتي دي فيها سمنة او فيها ترهل حتى لو كان سن صغير. كمان الستات المنطقة دي يمكن اكتر منطقة بتعصبهم جدا وبتخليهم قاعدين مكسوفين، محجبة بقى او مش محجبة، صغيرة او سنها كبير. المشكلة دي عايزين لها حل. طيب النهاردة هنتكلم على حل المشكلة دي، هناخد مع بعض كده من اول ستيب او من اول خطوة، ازاي لو انا منطقة الدراعين عندي مترهلة لكن بشكل بسيط او سنة بسيطة، لغاية انا عندي مشاكل كبيرة جدا جدا في دراعاتي، الدراعات دي ما بتنزلش تماما مترهلة جدا جدا، انا محتاجة عملية جراحية. اسمحوا لي في البداية ارحب بضيف فقرتي النهاردة وهو دكتور احمد جلالة، اخصائي جراحة السمنة وتنسيق القوام بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، يا اهلا وسهلا بحضرتك. ايه رايك في المقدمه؟ لا تسلمي. يعني المشكله دي فعلا كبيره جدا جدا جدا، صح جدا. طيب ايه موضوع الدراعين ده؟ بص حضرتك، هي المشكله ان احنا كمان ما عندناش العنصر الرياضي في حياتنا ملتزمين بيه شويه، فممكن تبقى يجي لي حد بيشتكي ان هو حاسس بترهل او ان الجلد زياده في منطقه الدراعين، لكن هو لما احنا بنبص له بيبقى متناسق جدا، بمجرد ان انا بقول له إيه، انت حضرتك محتاج بس تلعب رياضه، نزود الكتله العضليه اللي موجوده تحت الجلد شويه، بينتهي الموضوع. ده ابسط حل من حلول الترهل البسيط، وده اول مرحله من الترهل. لو لعب رياضه، لو لعب رياضه زود الكتله العضليه. انا عندي غلاف من الجلد موجود، تمام، محتاج ان انا يبقى فيه كتله عضليه شويه عشان تملاه، عشان ما يبقاش باين ان هو فارغ. تمام، مجرد ان هي تملاه خلاص. ده اول حل، ده اول خطوه في الترهل اللي هو ابسط حاجه خالص. وده حله البسيط ان احنا بس بنلعب رياضه. ده لو راجل، لو راجل ولو سيده كيميكلز ويروح الجيم. لا لا خالص، هو يلعب بس رياضه، بس يلعب رياضه بسيطه. أوكي. يتزود بس الكتله العضليه، حاجه بسيطه، احنا مش بنقول لك خليك بودي بيلدينج يعني، لكن تبقى حاجه بسيطه. أوكي. ده اول مرحله في مراحل الترهل اللي هي تعتبر بسيطه خالص. نيجي للمرحله اللي بعد كده، ان هو بيبقى عندي مشكله من اتنين، يا اما مشكله الترهل يا اما مشكله السمنه. تمام. وفي بيبقى جامع ما بين الاتنين، في ترهل مع سمنه زياده. نخلينا ناخد واحده واحده. لو الترهل لسه بسيط خالص، تمام، احنا بنلجا لحاجات كلها عباره عن سيشنز او خيوط بتتعمل في العياده. السيشنز دي بتبقى عباره عن سيشن هايفو، اوكي، بتحسن جوده الجلد جدا، فبتبدا ان هي تشد لي الترهل اللي هو المايلد او المودريت اللي هو الحاجه المتوسطه. تمام، تبدا ان هي تحسن لي جوده الجلد ويبدا ان الجلد يسحب ويتشد على
الدراع ويبدا ان هو يرسم لي الشكل اللطيف. طب ثانيه واحده يا دكتور احمد، انا فضل. قبل الفاصل كنت بتكلم في فقره تجميليه بس تخص البشره والشعر، واتكلمنا على جهاز الهايف بالظبط، ونتائجه اتقال ان هي مذهله جدا جدا في البشره، ويعني بيجيب نتائج كمان سريعه وبسيطه. بالظبط. الهايفو اقدر كمان ان انا استخدمه في الجسم؟ احنا دلوقتي مع التكنولوجي الحديث بقى في اجهزه هايفو كمان حديثه بنستخدمها للبادي، يعني بقى في هايفو بنستخدمه مش بس للفيس والنك، لا بينا ممكن نستخدمه للبادي، سواء ممكن ساعات حتى كمان بيبقى بعض الناس بتحب تطلب ان احنا نستخدمه على الابدومن على البطن لو عندها تروي بسيط ان احنا نبدا نستخدمه. فالهايفو اللي بقى بنستخدمه على البادي بينا بنستخدمه للشد الترهل البسيط اللي موجود في الدراعي. المرحله الترهل اللي ما بعد ذلك اللي هو اللي هنقول اللي هو اكتر شويه من اللي هو محتاجه الهايفو، نبدا ان احنا ممكن نتدخل بالخيوط الجراحيه. الخيوط هايفو وخيوط. بالظبط. طيب احنا معانا صور يا دكتور لشكل الدراعين في ناحيه بالظبط ده مترهل، احنا الصور اللي تحت دي كان ترهل بسيط خالص. أوكي. اللي هو خلينا في الصوره اللي تحت الاول. شايف حضرتك الجزء القريب من الجسم دوت ده كان فيه شويه دهون زياده، لكن باقي الجسم فيه ترهل بسيط. تمام باقي الدراع ده مجرد ان هو اتشفط الجزء البسيط دوت ببنج موضعي واتعمل جلسات هايفو على بقيه الدراع. اتشفط، عملت شفط الجزء الداخلي فقط اللي هو ناحيه القبض ده. اوكي. لكن الباقي كله اتعمل عليه الهايفو جلسات الهايفو، واظن النتيجه واضحه ومرضيه جدا. طبعا اللي فوق ده الشد الجراحي. الشد الجراحي لما بيبقى عندي ترهل زياده تمام وجلد مضايقها بقى، يعني بالذات بنشوفها في الحالات اللي هي فقد كتير من الوزن. بيبقى من الاماكن اللي بيحصل فيها كميه ترهل عنيفه الدراعين والفخذين من جوه. صحيح. فالدراعين غصب عني بقى في الوقت دوت مع الترهل العنيف لازم الجا لجراحه. ما قلناش بنخاف من الجراحه، لان اولا زي ما اتفقنا ان التكنولوجي الحديث في ان احنا بنخيط خياطه كويسه، المكان نفسه بتاع الخياطه يعني في ناس كانت بتعمله قدام فيبقى واضح جدا، في ناس كانت بتعمله من ورا فيبقى واضح جدا. فاحنا بقينا بنعمله في الجزء الداخلي من الدراع بحيث ان هو من قدام ومن الخلف ما يبقاش واضح. طب اسمح لي يا دكتور قبل ما ندخل على الجزء بتاع العمليات الجراحيه نتكلم الاول على الساشن من غير جراحه. تمام. حضرتك قلت لي الساشنز دي بتنقسم لقسمين، هايفو وخيوط. بالظبط. الخيوط دي خيوط زي خيوط الجراحيه اللي احنا بنعمل بيها شد الوجه والرقبه. تمام. دي بتبقى سيشن في العياده. تمام. بنحسن بيها الجزء المترهل من الجلد في نص ساعه ساعه الا ربع في العياده ببنج موضعي، حاجه بسيطه خالص، وحضرتك بتروحي ومفيش اي حاجه، الجلد انت بتحسي بالنتيجه وانت قاعده في العياده عندي وقتين. وبتفضل تتحسن. أوكي. كمان على مدار شهرين لثلاث شهور. تمام. من غير بنج زي ما حضرتك قلت؟ لا خالص، هو البنج الموضعي مكان بس ما بندخل الخيط ده. لو درجة الترهل ايه؟ بسيطة متوسطة. متوسطة واكتر سنة كمان، يعني المتوسطة احنا يعني في متوسطة رينج كده صغير بنستخدم فيه الهايفو للحاجات البسيطة فيه. ولما تزيد الدنيا شوية ممكن نستخدم الخيوط. حلو جدا جدا، يعني هايفو بعدين وخيوط. خيوط وبعدين خيوط سنة بسيطة وبعدين جراحة. الجراحة دي بقى اللي هي ايه؟ شد وشفط؟ في شفط فقط وفي شفط وشد وفي شد فقط. شفط وشد في شفط فقط وشد فقط. تمام. وفي شفط وشد الاثنين مع بعض. قول لي بقى كل واحده على حاجه. بص حضرتك لو انا المشكله عندي جلد زياده، الناس زي اللي احنا كنا بنتكلم عليهم حاليا اللي هو خس كميه عنيفه، خس له 50 كيلو 60 كيلو 70 كيلو، في انا شفت شباب خس 100 كيلو حقيقه، يعني 180 نزل ل 80 كيلو. فشيء طبيعي ان يبقى عنده ترهل، ده ما بيبقاش عنده كميه دهون موجوده، بيبقى عنده كميه جلد كبيره موجوده. فده بيحتاج شد فقط. اوكي. ده احنا كمان ساعات بنشيل الجلد من غير ما نشيل الانسجه اللي تحت الجلد. ازاي يا دكتور؟ يعني انا بيبقى عندي ترهل كتير. فانا لو شلت الجلد بالنسيج اللي تحت منه الدراع هيبقى رفيع قوي، مش هيبقى متناسق معايا، ما انا برضو يهمني التناسق بتاع جسمه، وخصوصا لو راجل ما ينفعش ان دراعه يبقى رفيع. فانا بسيب الانسجه اللي موجوده واشد الجلد فقط عليها، يديني الدوران اللي شكله حلو والجلد مشدود. تمام. لكن في نفس الوقت جلد مشدود على نسيج موجود مش فاضي. فيديني دوران دايره قطرها كويس متناسق مع دراعاته، لان انا لما اجي ابص للتناسق لازم ابص للدراع من فوق مع الدراع من تحت. ده نمره واحد. والدراع نفسه مع عرض الصدر وطول الشخص. ليك حسابات معينه بتعملها مع البيشنت؟ طبعا. والا ما مش كل شخص هعمل له اللي بيتعمل للشخص التاني، والا ما كانش ليه دور انك تكشف الاول. صح. كنت تيجي تقول انا عايز اعمل العمليه وانت تقرر.
لا احنا لازم بقعد مع البيشنت الاول، انت حضرتك انت عندك مشكلتك كذا وحلها بالنسبه لك هي افضل نتيجه هتاخدها بالشكل الفلاني، علشان ان انت مش مجرد ان انت عملت عمليه وخلاص واسمي عملت عمليه، لا انت لازم تاخد افضل نتيجه تكون مناسبه للتناسق بتاع جسمك وفي نفس الوقت تسبب لك تحسسك بال انت فعلا اتغيرت ونفسيتك بقت احسن، مفيش الحاجه اللي تخوفك. الموضوع فعلا بقى لازم اشوف حضرتك عايز ايه وتفهم اللي انا هقدمه لك وانت مقابله ايه. ما هو هنا بقى يا دكتور بتظهر مشكله او بيبان دايما سؤال البيشنت يجي يقول انا هعمل شد جراحي او هعمل شفط في منطقه الدراعين، المنطقه دي دايما مكشوفه للناس. تمام. يعني من اكتر المناطق طبعا اكيد مكشوفه طبعا في كل الحاجات دي كلها. شكل العمليه الجراحيه بيبقى ازاي؟ هل هي زي زمان الفتح بيبقى بالطول حرف التي اعتقد وغيرها كتير، ولا بقى فيه بقى ليزر وبتعملوا حاجات تانية تخلي الشكل مرضي؟ بالنسبه للجراحه لازم بيبقى عندي خط الاول، لازم بيبقى فيه في الاول خط بيبقى طبعا حاجه رفيعه خالص، ومع الاجهزه والكريمات اللي احنا بندهنها بيبقى الموضوع مقبول جدا. أوكي. بيبقى الموضوع مقبول جدا. بالنسبه بقى لحضرتك اللي ذكرتيه اللي هو حرف التي او الكلام دوت، ده بالنسبه ما بنستخدموش غير بالنسبه للناس اللي نزل في وزنها فعلا كتير. لان بيبقى عندي ترهل في الابط نفسه. فلازم ادخل اشيل الترهل اللي موجود في الابط. اوكي. لان لو ما شلتوش بيبقى عندي الدراع مشدود وبعد كده جزء مهدل من الابط نفسه، فبيبقى الشكل زي مش لطيف دي كده يا دكتور. بس ده خط واحد اهو حضرتك شايفاه، ده احنا ما دخلناش جوه الابط بالحرف التي، لا احنا ساعات يعني الجلد شكل. نفسه الجلد نفسه جوه الابط بيبقى فيه جزء زياده من الابط من ورا، جلد زياده خالص. بندخل نعمل مش تي بقى، بنعمل زي حرف ال مكسوره لورا واخده الجزء الخلفي من الابط علشان بيبقى فيه جلد زياده. لكن يا هنا دكتور ما بيبقاش باين، بيبقى شكله كده زي الصوره. ده كمان على فكره ده كان بقى لي 20 يوم بالظبط من العمليه ما شاء الله. يعني دي لسه بقى لي 20 يوم لسه، يعني يا دوب بقى لنا اسبوع واحد بنستخدم الكريمات وما عملناش اي جلسات لتحسين شكل الجرح. احنا بنعمل ما بنعملش جلسات غير لما نكون فعلا خلاص استخدمنا الكريمات والنسيج بدا ياخد راحته نبدا ان احنا نحسنه اكتر واكتر. حتى لو البيشنت بيبقى في ناس كتير بتبقى راضيه ومبسوطه خلاص والموضوع بالنسبه لها انتهى، لك لا. أيوة. انا عايز انا اللي ببقى طالب ان انا معلش نعمله علشان يبقى احسن واحسن. صح، لان هي كمان يا دكتور برضو اعتقد ان هي بتختلف من جلد لاخر، يعني من واحد للتاني طبعا تختلف في المده وتختلف في الشكل وتختلف في النتيجه النهائيه. فاحنا علشان كده ان جوده الجلد نفسها من الاول بتبقى معرفاني انا هقول للبيشنت دوت انت الشكل بتاعك الجرح بتاعك بعد العمليه هيبقى عامل ازاي. انت حضرتك مهتم بالجلد بتاعك ولا لا؟ بتاخد ميه ولا لا؟ بتاخد فيتامينز ولا لا؟ بتاكل خضار ولا لا؟ الكواليتي نفسها جوده الجلد نفسه شكلها عامل ازاي قبل العمليه، فانا بعرفه انت جلدك كويس فانت شكل الجرح مش هيبقى باين خالص، لا انت جلدك فيه مشكله كذا فمعلش احنا قبل ما نعمل العمليه لو سمحت ناخد شويه الفيتامينز دي عشان تحسن لي جوده الجلد عشان النتيجه النهائيه شكل الجرح فقط. يعني ممكن اجله عشان ياخد فيتامينز. ايوه يعني بتعملوا كورس قبل العمليه وبعد العمليه. بالظبط طبعا لازم. اوكي. عشان ياخد احسن نتيجه. والا انت حضرتك انتظرت انت الجلد دوت ما زادش في يوم. ايوه صح. فاحنا بقى لنا فتره فمعلش لو حاجه فعلا تفرق معايا في النت ريزلت في النتيجه النهائيه لازم ان انا اديها لك في الاول، لان انا مش هخسر حاجه ان انا انتظر اسبوع. تمام. لكن هخسر لو الشكل ما بقاش لطيف، انا ممكن هو كده كده هيتعالج. لكن بدل الاسبوعين اللي انا هاخد فيهم فيتامينز ممكن اخد 3 اسابيع ولا 4 اسابيع في علاج بكريمات او حاجه زياده بعد العمليه، فالاولى انك تاخده قبل العمليه. صح. طيب لو جينا يا دكتور انا مثلا بعاني من سمنه او سمنه بكميه كبيره شويه وعايزه شكل دراعاتي يبان بصوره افضل لان مش متناسق مع جسمي، يمكن دراعاتي دي اكتر المناطق اللي ظاهره قوي فيها سمنة. يعني زياده عن الجسم اصلا. زياده عن الجسم اصلا. زياده عن الجسم اصلا. بالظبط كده. طيب. بتعمل ايه؟ لو انا عندي نسبه الترهل مش كبيره مش عنيفه والكواليتي بتاعت الجلد كويسه لكن عندي كميه دهون كتيره، ده هنا بدخل بعمل عمليه شفط دهون فقط. عمليه شفط الدهون هي فتحه واحده بفتحها في الابط نفسه نص سنتي لا تزيد عن ذلك،
نص سنتي، بناخد منها الدهون وندخل بعد ما نشفط الدهون بجهاز زي الفيزر او الليزر علشان نعمل سكين تايتنينج، اللي هو احنا بنشد الجلد الترهل البسيط علشان ان هو يدينا نتيجه. يعني زي دي شايف حضرتك احنا مفيش جروح خالص ومفيش اي حاجه اتغيرت، لكن انا شفطت الدهون وباين ان هو رسمت العضله سنه بسيطه. تمام، والترهل ضم عليا كتير، الجلد نفسه بقى مرسوم على الدراع، فبدات ان هو الدراع يديني شكل النضاره احسن، تقسيمه احسن. وهي الكلام دوت كمان كانت لسه، يعني هي كان بقى لها حوالي شهر واسبوع. تمام، فاحنا لسه بنتحسن شويه، ودي برضو من الناس اللي انا وصيتها ان هي تلعب شويه رياضه عشان تزود الكتله العضليه نفسها، تملى الغلاف الجلد، لان الغلاف الجلد بقى كويس. فبس عايزه ان هي يبقى العضله كبيره سنه صغيره بس. انا خدت بالي يا دكتور في كلامنا مع بعض ان موضوع الدراعين ده بيظهر على طول النتائج في وقت قصير، مش زي غيره طبعا من العمليات الجراحيه. 4 ل6 اسابيع حضرتك بتكوني حسيتي، 6 اسابيع شهر ونص صح كده؟ 4 ل6 اسابيع يعني شهر ونص بتكوني حسيتي فعلا بتحسن 80%، ال 20% دول على مدار الشهر او الشهر ونص كمان المتتاليين معاك. طيب دايما يا دكتور يعني موضوع الدراعين ده بيبقى مقلق اكتر للسيدات اللي سنهم كبر شويه. مع تقدم العمر بتحل مشكله الدراعين ازاي؟ لا خالص، هو انا كل ما يفرقش معايا سن حد الشخص قد ايه خالص. في اي عمليات من عمليات التجميل ما يفرقش معايا سنك خالص. انا اللي يفرق معايا الاتي، لو جالك حد شاب صغير تمام 18 19 20 وغيرها كتير، تعمل له شفط وشد والحاجات دي ولا تقعد تعمل له خيوط هايفو؟ ما انا قلت لحضرتك هو السن مش العامل المؤثر عندي قوي، لكن العامل هو مؤثر لكن مش قوي، لكن انا اللي بيحكم عندي الترهل قد ايه، كميه الدهون قد ايه، جوده جلدك عامله ازاي، النتيجه اللي انت عايز توصل لها. يعني في ناس عايزه ان هو ما يبقاش عندي 1% ترهل. في ناس هي كده، انا عايز وانس هعمل حاجه واحده، لكن انا مش محتاج ان انا اضطر ان انا اعمل اي حاجه تانية ولا بعد 5 سنين ولا بعد 6 سنين. انا عايز ان هو زيرو ترهل، زيرو دهون، انا عايز التناسق 100% من اول مره. ده خلاص، انت لو عندك ترهل زياده انا مش هقول لك اعمل جلسات ونستنى شهر ونعمل جلسه تانية ونستنى شهر مثلا ونشوف النتيجه هتبقى اللي هي هتبقى 60% مثلا. في ناس ما بترضاش بكده، في ناس تقول لك يا دكتور ابعدني عن الجراحه واعمل لي اي حاجه. صح، فدي هتبقى انت، طب التحسن انا قدامي 1 2 3 4. في ناس تقول لي طب انا عايزه كده، فانا اقول لها لا حضرتك الصح بالنسبه لك كذا، قبلتيه او ما قبلتوش دي مش مشكلتي، بس انت خلاص. انت في بعض الناس بيبقى هم زنقنا في اوبشن واحد. يعني في ناس بتجي لي مثلا جو ترهل عندهم عنيف، واحد خس 50 60 كيلو زي ما قلت لحضرتك، لو قلت له ان احنا نعمل جلسات هايفو او خيط انت ما بيقتنعش، مش هترضيه اصلا. انا مش هجرب معاك ان انا، لان انا عارف ان النتيجه مش هتبقى كافيه بالنسبه لك ومش هتبقى مرضيه بالنسبه لك، فيبقى حرام عليا ان انا اضيع وقتك ومجهودك وفلوسك عذرا من غير ما تكون انت اخدت نتيجه على الاقل انا ابقى راضي عنها، مش انت. يعني في ناس بتبقى راضيه بس انا مش هبقى راضي، النتيجه تبقى قليله قوي. طب يا دكتور بمناسبه الاوبشنز وكده، الناس اللي بيزنقوا فعلا الدكاتره في عمليه واحده، يمكن دايما او يمكن اكتريه الناس بيقعدوا يقولوا انا عايز ادخل مره واحده بس، اتخدر مره واحده بس، اقعد في المستشفى يوم واحد بس. فما تقوليش يا دكتور هعمل لك شفط وبعدين هرجعك تاني، اعمل لك شد بعد اسبوعين او غيرها. تقدر تعمل شفط وشد في نفس العمليه؟ طبعا، بالنسبه للدراعين وبالنسبه لمعظم اجزاء الجسم اقدر اعمل شفط وشد طبعا. طبعا الحاجة الوحيدة اللي أنا بقول له يعني حاول إن الشد يكون بعيد عن الشفط، بعض الناس اللي عندها كميات كبيرة شوية. أوكي. كميات كبيرة وعندها مثلا إن هي الترهل اللي عندها فأنا لما هكون هشفط من كذا مكان كتير ببقى مش عايز إن أنا أجهدك في إن أنا أعمل فتح كمان، لكن هو ما عنديش مانع طبي يخليني ان انا ما اعملكش العمليه، لكن هي الفكره بس انا لو هشفط كميه كبيره تمام مش عايز ان انا افتح جراحه، علشان انت بتعمل برضو في الاول وفي الاخر عمليه تجميل، مش عايزك تبقى تعبان بعد العمليه. ايوه صح، بس هي دي الفكره الوحيده. لكن لو هو اوكي بالنسبه له، انا معلش يا دكتور انا استحمل اسبوعين احسن من ان انا اعمل جراحه ثانيه وابقى تعبان شويه، خلاص اتس اوكي. بس هي ده المانع الوحيد، ان انا مش عايز اجهدك. ده المانع الوحيد، لكن انا ما عنديش اي مانع ان انا لو عندي كميه دهون ومحتاجه اشد فعلا ان انا اشفط واشد في نفس العمليه لو دراعين بس، هو اصلا مش هفكر. اوكي طبعا مفيش حاجه. طيب بمناسبه يا دكتور الوقت والتعب والاجهاد وكده، انا دلوقتي انا لسان البيشنت، انا تمام. يعني انا هسالك كاني بيشنت جايه لك العياده
في نبض، وعايزه اسالك كده كام سؤال قبل ما ادخل غرفه العمليات. تمام. ده لو احنا بنتكلم على العمليات الجراحيه. دكتور، هو انا بعد ما هعمل عمليه شد وشفط الدراعين هقدر ان انا احرك دراعاتي وامارس حياتي بصوره طبيعيه، ولا بقى هفضل قاعده يعني دراعاتي قل مني جدا، هفضل قاعده مده طويله خصوصا ان انا عندي شغل وعندي ولاد وعندي بيت؟ تمام. بص حضرتك، احنا لو هنتكلم عن الشفط او الشفط والشتة حتى ايفن، لان في الدراعين مش هيبقى الوضع مختلف قوي. احنا بنعمل العملية، حضرتك بتخرجي من العملية لابسة كرسي. اوكي. الكرسي دراعات. تمام. بيبقى مقفول زي جليه صغير كده، بيبقى مقفول من بيتقفل من قدام وهو الدراعين وصل لحد هنا تقريبا. اوكي. حضرتك بتخرجي من العملية بالكرسي، بعد العملية بحوالي ساعة ساعة ونص بتبدأ حضرتك تشربي وتتحركي في الغرفة بتاعتك، بمجرد ان انت خلاص ما عادش فيه دوخة من التخدير لو احنا واخدين بين كلي ولا حاجة، خلاص حضرتك فري انك تروحي البيت. حضرتك هيبقى فيه شوية وجع طبعا مع الحركة. تمام. لكن مش ممنوع عليك ان انت تشيلي او تحطي الحاجات البسيطه اللي هي الديلي اكتيفيتي. يعني لو حضرتك بتكتبي حاجه، بتشيلي حاجه، بتجهزي مثلا للاولاد شنطه، مش عارف ايه، ده عادي مقبول جدا. لكن مش هنشيل اوزان، مش هنروح السوق، مش عارف ايه، لكن ده ممنوع لمده من 5 ايام لاسبوع. خلاص. لكن من داي 1 حضرتك بتحركي في البيت، بتقومي وتروحي وبتاكلي نفسك وبتشربي تدخلي تتحركي وتطلعي وتنزلي، مفيش مشكله. لو حضرتك عايزه تنزلي الشغل، لو شفت انا بقول لحضرتك 4-5 ايام وممكن تنزلي الشغل. لو شد انا بفضل ان هو يبقى اسبوع 10 ايام، لكن في ناس ما بيبقاش عندها الاوبشن ده. فهو بكتير بتقول لك هو 5-7 ايام يا دكتور، مش هقدر ان انا اغيب اكتر من كده من شغلي مع الشد. لو انت شغل مكتبي ما فيهوش محتاج باور، انا ما عنديش مشكله خالص، حضرتك ممكن ان انت تروح وتتابع شغلك من 5 ايام لاسبوع حتى بعد عمليه شد الدراعين. العملية مشكلتها الوحيدة ان هو ان انت بتحس ان انت منفوخ شوية، فانت في الهدوم الشكل مختلف، لكن انت حاسس ان دراعك ممسوك. فهو ده دي المشكله الوحيده. هيقل مع الوقت. بالزبط. لان طبيعي ده وضع طبعا طبيعي. طبعا. بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. يا جماعه عايز اقول لكم ان عيادات نبض بتقدم خصومات ومفاجات خاصه جدا جدا بمناسبه البلاك فرايداي لغايه اخر شهر نوفمبر. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، واستنونا فقرات مختلفه من ذا دكتورز. كان معانا دكتور احمد جلاله اخصائي جراحه السمنه وتنسيق القوام بعيادات نبض. شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا يا فندم. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا. حفظ الله. We'll be right back.